انا مع هشام رشاد المرشال عن ماتش الزمالك والاسماعيلي. احكي لنا ماتش كبير يا هشام، هو ليه تاريخ كبير كبير جدا، ومش عايز يعني اتطرق لحاجات بتحصل، ولكن من سنة 48 وهي مباريات الاسماعيلي كبير والزمالك كبير، ما ينفعش ان احنا ثالث قطب يميلوا، ما ينفعش ان احنا نقلل منهم باي شكل لا من لا الاشكال. حتى مهما يكون موقفهم في الدوري دايما الناس كلها بتستنى من اول السنه مباراه الزمالك والاسماعيلي ومباراه الاهلي والاسماعيلي، ده ثالث قطب. حتى لو بيراميدز دخل وبقت مباراه ممتعه، لكن دايما الزمالك والاسماعيلي والاهلي والاسماعيلي مباراه بننتظرها وليها طعم تاني ومتعه تانيه مهما كان موقف الفرق، وده اللي احنا هنشوفه هنا. ده تاريخ ميدو، مواجهات واحصاءات مباراه الزمالك والاسماعيلي عبر التاريخ من سنه 48. 114 مباراه جمعت الزمالك والاسماعيلي في الدوري العام، فاز الزمالك 50 مباراه وفاز الاسماعيلي 32 مباراه، والتعادل كان في 32 مباراه ايضا. احرز الزمالك 142 هدف والاسماعيلي احرز 118 هدف، وده دليل ان المباريات دايما بتبقى متقاربه، فاهم، ومباراه ليها متعه تانية. اكثر لعيب الزمالك والاسماعيلي احرازا للاهداف في شباك الفريقين كابتن عبد الحليم علي الهداف التاريخي. دايما لما بنيجي نقول الكلمه تلاقي كابتن عبد الحليم علي متصدر، جايب 9 اهداف عبر التاريخ في شباك الاسماعيلي، ومن الاسماعيلي عوض عبد الرحمن احرز 8 اهداف في شباك الزمالك. اكثر مباراه شهدت اهداف كانت في موسم 56 57، 8 اهداف، مباراه فاز بيها الاسماعيلي 5-3. ولكن اعلى نتيجه ما بين الفرقين كانت في موسم 95 96، المباراه الشهيره اللي فاز بيها الزمالك على استاد القاهره 5-2. دي كان بعض ملامح او احصائيات للمواجهات عبر التاريخ من سنه 48. نخش على بعده، دي مهمه جدا. انا برضو جبنا ميدو اخر 5 مباريات عشان الناس تبقى فاهمه، انت بتتكلم اخر 5 مباريات الزمالك والاسماعيلي في الدوري. الصدف ان اخر مباراه كانت للزمالك هي اخر مباراه للاتحاد، الاثنين الزمالك والاسماعيلي قابلوا الاتحاد. الزمالك كسب 2-0 ولعب المحله، خسر 2-1، والزمالك والنقصه كسبوا 4-1، والزمالك واسوان 0-0، والزمالك والجونه 1-0. الزمالك احرز 5 نقاط من اصل 5 مباريات. الاسماعيلي لعب الاسماعيلي والاتحاد خسروا 1-0، الاسماعيلي وسموحه خسروا 2-0، الاسماعيلي وبيراميدز دي كانت مباراه تاني احسن مباراه للاسماعيلي بعد المباراه بتاعت النهارده 1-1، والاسماعيلي وغزل المحله 2-2، والاسماعيلي والمقاولين 1-0 للمقاولين من المباريات القليله اللي كسبها المقاولين. وبص يا ميدو، جمعوا نقطتين من اصل 5 مباريات بدرا. يعني الاسماعيلي بيمر بمرحله صعبه جدا، ولكن تاني اداء الاسماعيلي النهارده مبشر بالخير، طبعا لازم يبنوا عليه. وبرضه جايب لك موقف انا عشان الناس تبقى فاهمه، موقف الفريقين قبل مباراه اليوم. الزمالك كان لعب 11 مباراه، له 19 هدف، عليه 5 النقاط 26، فاز في 8، تعادل في 2، هزيمه في 1. الاسماعيلي لعب 11، له 10 وعليه 15، وده رقم كبير على فرقه كبيره، والنقاط 8 في المركز 17 للاسف. والفوز مباراه واحده على اسوان بس، وتعادل 5 وهزيمه 5. طبعا اللي بعد كده بقى لو انت هنتكلم ده، انا جايب لك تشكيل الزمالك والاسماعيلي. طبعا زي ما احنا الناس شايفه، الزمالك لعب النهارده بابو جبل واربعه في خط الدفاع، محمود علاء والونش واحمد فتوح وحازم امام. عندك في نص الملعب طارق حامد وامام عاشور، والثلاثه اللي تحت الجزيري اوباما وزيزو وشيكابالا وسيف الجزيري كمهاجم. تشكيل الاسماعيلي، حارس المرمى محمد فوزي، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي محمد صبحي كان ماشي بشكل كويس، ويعني النهارده فوزي لا يلام على حاجه، بالعكس طلع كام كوره، ولكن التغيير ممكن يبقى سببه مش فني لان محمد صبحي كان ماشي بشكل كويس. طبعا في الدفاع حسين السيد المعار من نادي طلائع الجيش، مروان الصحراوي، عبد الله جمعه عواد المعار من حرس الحدود باك رايت، واحمد فتحي كاستيلو ده اللي لعب جنب مروان الصحراوي، ده من ابناء الاسماعيليه. وثلاثه في نص الملعب، نجم المباراه من وجهه نظري محمد صادق، ومحمد حسن اللي خرج مصاب، ومحمد عادل. واقف قدام عندك شيلونجو مهاجم، وشكري نجيب، ومحمد الشامي. ده كان تشكيل طيب الاسماعيلي. هشام، نبدا الاول بباتشيكو. باتشيكو النهارده اختار ان هو يبدا بامام عاشور
على حساب فرجاني ساسي. وانا عارف ان السبب الرئيسي ان فرجاني ساسي كان مصاب واتمرن تمرينتين فقط او ثلاث وحدات تدريبيه فقط قبل المباراه. هل انت شايف ان ده كان قرار سليم؟ وهل اثر فنيا على الزمالك بغض النظر عن ان فرجاني ساسي نزل وكان كويس وجاب جون، هل اثر فنيا على فريق الزمالك؟ الناس كلها لما شافت التشكيل اتخضت اكتر من بن شرقي. فرجاني ساسي نجم كبير، وطبعا النجوم الكبار اول لما بيبقوا جاهزين لازم يلعبوا. لو هو جاهز ما دام دخل، فاهم قصدي؟ لان ما اعتقدش ان هي يومين ثلاثه هيأثروا عليه بدنيا. ولكن هو باتشيكو ليه وجهه نظره لازم تحترم. خلي بالك ده ما فيهوش هجوم على باتشيكو، لان في نوعيه مدربين حاسين ان مثلا امام عاشور اتدرب في عدد الايام اكتر، وهو بالنسبه له ده العدل. وفرجاني ساسي كان خارج من اصابه اللي هي الكادمه في انكل الرجل، فحته ان فرجاني ساسي يقعد ده امر متوقع، امر ما فيش حد من جمهور الزمالك زعل منه، لان هو طبيعي واحد مصاب ممكن يبقى انت مش عايز تديله من اول المباراه. ولكن اللي خض الناس واللي اثر واحد زي بن شرقي، لان ما فيش مبرر. كان حاجه من الحاجات اللي بتميز نادي الزمالك يا ميدو السنين اللي فاتت او السنه اللي فاتت تحديدا، كان التجانس الكبير في المثلث الهجومي لنادي الزمالك. كانت خلاص وانت مغمض عارف ان زيزو يمين، بن شرقي شمال، ومصطفى محمد واوباما. مصطفى محمد مشي، وطبعا اوباما بلاي ميكر. باتشيكو كان عنده مشكله بعد رحيل مصطفى محمد لغايه لما جالي الجزيري. خلاص انت ربنا جاب لك الحل، طب انا ليه بغير في الثلاثه اللي تحت المثلث بقى الباقي اللي هو زيزو وبن شرقي واوباما؟ دي حته التغيير الكتير في المثلث اللي تحت راس الحربه بيعمل ارباك. انت زمان خلاص كنت عارف ان الكره عند زيزو، بن شرقي بيقطع ازاي، اوباما بيكمل ازاي، انت خلاص الجزيري بتبتدي تديله عشان يتعود وخلاص يبتدي ينسجم ويبتدي خلاص الشغل الهجومي يبقى فيه تجانس. انا شايف ان بن شرقي الا لو هي حاجه مش فنيه، لان هي لو حاجه فنيه ان باتشيكو مثلا محضر مفاجاه للاسماعيلي ده امر انا مش متوقعه، الا بقى لو حاجه ملهاش علاقه في فنيات. لأن انا معاك، انا معاك هشام. انا عندي راي، انا معاك في حته ان 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 ما ينفعش تغير كتير في الناس اللي بتلعب قدام، ما ينفعش تغير كتير عموما. انا في رايي، عندي راي يعني